علاقة الأمنية بالأرض أمن المركز ومسابقة أقسم بالله هنا من الكول يا فراح هنا من القوة كوصومة هذا الجيل كولوا كوجانيو هذا مخارج الحروف كيد وكولوا كوجانيزو نسيسي لو كان كم جديد ما رموا نهان ولو جيني هنونسي بيا أبلي واجبا أو كان يكوني سو كان ما نكتفي في القرآن بس بسيبان ونفندي واو كان ونفتش القرآن وقرمي القرآن يكون وحفظي وقتسي أبو غادي جمع صنوية لغة عربية وصمي صويشي فرنسا نمنا يكاو إيكام أنا هجمون إما نولا يبين يبريباري سيكون يكاو ومصمي ساو زناتيين زو تصنجيزا ولوانا يأفانس هبون صنوان يكاين دريكود يو كان سودا بيها أو كان غسينا فرنسي غسينا زلانجي زو تيبيا غسينا فيزيك غسينا إمات كابتولي وزاتينا أوكا حينما نحفظ القرآن لدنيا تاني فكر نسوكا في القصاد النبي يسوع النبي يتأك إمام وكل ما ريكونا وبانا وكما أئمة في سنوات القادمة ربما هيجاو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآنين يهوكوا إن له لو لم يكون بذلك يقرؤون القرآن ويعملون به أمريكان وصلوا إلى القرآن نبيهم ياتينا. ألفوا ما نكتسوا هبا نتسلوا كان نقولوه نأي إكهيدي أكام لأبو أزازي قولي سو كان بني ما نكاجر أن نفض القرآن أبوانا يقول لكم بيرو في ميسيزي وفنجا بني أم سمو الكوني وصلوا بان تصيفوا دي شاقران إباه شاء زي ما تيريزي بنا ونواجهوا فندي بان أم سميسو أبا هينو كتبتون جالي قولي يبون جهودي هو كان ورا ترابز ليكاو لو يتسوما أو كان ساسو يسوهم يوبا بينا مكماكي وكوا نهان وجبام وكوا تسوما قرآن باهي شام وصوما وزنوات دي زوتي بيا ونيوه شنيريزا نشي زونغ ونش عرب وصومي سو زوتي بيا ألافو سونتي بيا نغا إجواو إشو يكاو بشار بيهبام كاتب دي قرآن بيهبام خيركم من تعلم القرآن وعلمه كيريها وماسي ليصوم القرآن أبيتنا يصوم إيسا هذا الهدان سبحانه وتعالى وبما شاء الله هو نكاو وكو بارتيسيب هو مسابقة وكيف فنسان زي نتائج زي رزولتا يكاو بزاروها وصوم دكتور فيصل يجي تبيدي على الهدان نشكره بيزي نشكر الله سبحانه سبايتنا بشكورية ونهى أن هيدا جتهد كوه وكوهفان رجوه كان يقرآنين حينما نوجوس من القرآن شكت فيا تدبر يا هاي ودبان دكتور يتوجيبين أو كيف يمكنك دكتوري ها جمس من دكام بكنا بانين مركز القرآن با يمارس مع مرسالون لنبا العظيم شكت كنا بنين شيكا بتلاوته وتغتيله وتدبره معنى هكو سمي القرآن هكو يسمع هم نرو هكو بين وزي حروف هنا من الذين حتى الدكتوري واي حاجبي وحين من المسابق يكون وابيه يزم سبحانه تعالى عن يوكان أفلا يتدبرون القرآن لأيو كوسيسي ولا من منافقين كما قال ابن عباس إيكو أبسو إيبيوا إيكو أبسورا وزيليكا ولوزي آية رازي سيسمتم صلى الله عليه وسلم أم على قلوب أقفالها أو يميو ياها ومزم حيكيا هاي بس أنا هاي بس زمان بريغا قفل يا دار مماما الأخوة جينا فقوة سوي شيئا زيليكا ومزم لو ينباو يقرآني كبنو شيء دا لكن سيبان ليسويف هنا من يهاي شهن الهداني نشكر يزم سبحانه وتعالى وركنا وانا ونجيها من زمزمي كور زكايا وهم را زيلا زمزها وصلما دكتور فيصل بس نزي نتائج زي رزيلتا زهوان بس نشري ومان يكاو حتى هيدا جزوكم بسم الله ما شاء الله يكاو يبارا حمزة أمير الدين ولجوها مواني
أو مصممون رأينا كوسمية القرآن ما لما أنا كوسمية القرآن كوبي حفلة حمزة أمير الدين أكو بارتيسيبي بزوكم وما ينوي هذا الامتياز 93/100 أبو مبروك عليه وعلى والديه وأيضا في مدينتي وفي منطقتنا أيضا رجيم يبارك الكوري رجلاب وفنبوني وزيوان بمدوبان وزيوان بمدوبان أوكا أندن أنداني لو كي مركز فيها هم جوا فنبوني رونيز فايدة إكاو لزيوان أوكا والله حين وكاتي وانا وندوك من غصمي القرآن ويدي جوا سميزة فنبوني ومبواني بريكا هم أمان وزينيو الله المستعان على ذلك الله المستعان على ذلك لسنا نشوني وساتين كبارة رحمة محمد رحمة محمد اللي نوهي ذاتينا هونرو 81/100 ما شاء الله تبارك الله لسنا مودة إكاوها هونرو 77 بارك الله فيها ولوالديها لسنا مولانا عبد الله هي كورون وبان لما نمنا في كورة كورون وبان اللي نوهي ذا وما ينوهي ما شاء الله تبارك الله 50 غسينا فهيمة غسينا بنا فهيمة وامتنا وهزوما يين وهزوما يين شا غاري ريوان بيو كان وفن يمولا جامبا بتيت سكاني هرارة وما ينو هيا وفهيمة وفهيمة سكاني هرارة وينو هي مغازة شازي لجزيكاو أو كان وانا وفنبابان باتي حمزة ونبيا وفيا جونسا زي جزيكاو لنا زي فنبابان زي انسان ونحكو فنيا بيا وهزو ما ينو هاو شاو ويلوان فايما نفهيما بيوان بيو كان وارجزنباب يدي زي كنسينو وهزي شا ويوكي مبنجن هرمبابي هدي وزنبابي شرائم هاتسودي وزيطة روحي مهجان أصم ألف لا أمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين نجل المنتقين أقول هدى للمنتقين وشرائم فتوزي فهيمة فهيمة فتوزي فهيمة فهيمة وشرائم إمام الحوى مكة ألاف شهر من النكون سيمتي تراني جنجر من بكي الأبيل سينا نمامييني وانيكا ونزوني واتم أفهم بها نمام وكان زيدو سيكون ما كوفاني زيدو زون سام نزيدو سو كومي يكاولو وكوزيفان يا ابو حمزة وزمانا ميوانا واشي مبيزيو يوكا زيدو زوزيلا باباري نوزيني جزا زينة با ونسو مصفالة ماتانو وبرزا سينا من ايو او كان سينا من حافظ القرآن حافظ القرآن يوري جزا ليكاولي يا سوما او توانفانو الإمام هارون صلى الله عليه وسلم الحذيفي حذيف وانوالوه مدينة ومكان ابنهم من حين وكتي وصالة رمهاريد راليشة رسوله الحذيف المصاف هارجيزة وهو من أحفظ القرآن أهل الحذيف ودم ركاو حديفة ولقنا تكتل حديفة وذيسينة وكتبنا من أيه كما تصول جمال وكتبنا كمان نحذيفي يوني جزون صحاف الحين وسيك نواهي فوقياتك جديد فوقيتين فتوزي ميمي نوالونجا رفنا وانوكاو وانزا وجيني كيوتم وكان هاقم سيبجوك ميسات سيكام صحيب سنو باين سنوزي رجزاتين والله إنها لخسارة لخسارة كبيرة والله يهسر انزي وصف لباكيا لابيل إكاوة وجانا ونوارد جواتيتي وكراني زي كلاس ومركزنا سنة كلاسين بار لكن هناك كلاسية يسوين ربو قاعدة نورانية نواتوا تيتي كان واسمي سيواو هنا من أوتسانغانيا زي حروفو حتى واسلوا أبنو صغافو لكن هناك إسام محمد إكاو ما ينواهي أهزي 17/20 إسام بارك الله فيها لكن عبد الصبور إكاو ما ينواهي تينا أهزي 15/20 ما شاء الله غسينا ضفير عبد الرحمن يكو ما ينوى يتنا هايزي كنز غسينا عبد عبد الصمد عبد الصمد عبد الصمد حمد عبد الصمد حميدي عفوا
Et quand moi, il m'a dit, il y a 14 sur 20. La sina, c'est la Aqil. Aqil, il m'a dit, il y a 10 sur 20. Et moi, Kazan. Quand on a mis ce chaos, après, il y a. يا الفضل بابي بانغو يلا إسلام إكاؤن غو يعنى تجون زيمة قبلنا تجون ديل شابو وادون غاب هاي نامغو متصنعين زي حروفو نوهمة هم أليف ومبيم زنومو غزنديا غزنديا وحين من إكاؤن غو يلا تين ولوبان ركانزا يواصيلي كي مركز إكاؤن غو لوبان يواصيل أبونا شكر ميزن سبحانه وتعالى شكرنا نزوني وان إجتهي إكاؤن غو إبراهيم من جبوا هذا إكاؤن الله من تلز الغزان وأنا وانا 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 الله تعالى فهو القادر على ذلك الله هو القادر ونحن لا شيء وانا 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 حتى وانا وانا وضرب على شمريزة ورهن شزوم ورهن شهر بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى ورزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مشكلة ومصوم أجل مقارنة ونشاط ورهن من شيء. Gendao, inshallah.
الحفاظ يقول أني شيوعيت كف مركزي يا فهمي ولدوان الحفاظ يقول أني شيوعيت كف مشروع الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونسبا ولأجله سجدت الملائكة إلا إبليس أبى ثم الصلاة والسلام على رسول المصطفى النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتضى أثره إلى يوم الوفاء. أما بعد، الحضور الكرام، آبائي وأمهاتي، ضيوفنا الأكارم، مشائخنا الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزلتم أهلا وحللتم سهلا ها نحن ذا نحك رحالنا بعد رحلة دامت 5 أشهر نهلنا فيها من معين كتاب الله تعالى قراءة وحفظا 5 أشهر مرت علينا سريعا كلمح البصر أنتيت هذه الثانية متحدثا نيابة عن أصدقائي ورفقائي وزملائي معبرا عن امتناننا الكبير واشكرنا لله سبحانه وتعالى أولا ثم لآبائنا وأمهاتنا الذين ما ألوا جهدا في سبيل تعليمنا وراحتنا وأتوجه بشكري كذلك لأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء الذين تحملوا وتكبروا مشاق تعليمنا وسهروا معنا الليالي وبدلوا أوقاتهم رخيصة فلهم شكرنا وامتناننا وجزاهم الله عنا خيرا ثم شكرنا لأهل هذه القرية وزعمائها ومشايخها سائلين لله تعالى أن ينفعهم ويرفعهم بها وختاما أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله أرجونا رشدوا نشاهات فهمانا ربع وارنك نشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد الأزدي رحمه الله هذه الأبيات أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله للآلاء أهلا بقوم صالحين ذا التقى غروا الوجه ولفظ كل ملاء يسمعون في طلب الحديث بعفة وتوقع وسكينة وهياء لهم المحبة والجلال والمنهى وفذائل جلت عن الإحصاء ومثال ما تجري به أكلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء يا طالب العلم النبي محمد ما أنتم وسواكم أرجونا رشيدا من الشنهات عبد المنيع من شركة حليب بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرومس
صلى الله عليه وسلم قال عبا إن الله يغام حكيكا ميزم قوينا قوما وغيرة الله نين قوما يميزم أن يأتي المؤمن نمر عبام أمين ما حرم الله نرديا فنزل يا ذي الرميشة والعفو منه ما شاء الله ما شاء الله جدار الشلياء عبد اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يجزم سبحان الله وتعالى حبا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الزشوة مرات فان رنغو أمبي أو رنغو زكي جان رواه مسلم ما شاء الله ما شاء الله من القراء عقيم وكثير كله عقيم عقيم يبرزينه يورا ليش واقفين يوبرسام جيني وامكموري ويوتميزي كومي يورا أصلاً كنّي بدي فهمي أمي زيمو
أوي فمن يزن مثلك أملك وتقوت الوفا فالأفسان ننسوك يا والله أن الله كعود من القرآن مستبرك حين بابك القرآن يا بلا مستبرك إكم ملوكا إنكم لدهون لو نسمع حفظ القرآن مستبرك لدهون الأفهم مزرور كم نزل البزار وأنا ما يسلم أنت مشروات ربي وسلامه عليه وكا خيركم من تعلم القرآن وعلمه كن المجهد لك وكير حنوان إذا سلطت الآن يسويسا مولود منا وبابنا وبابنا ونوارار واني واتسانا دولان دار كباتسانا نسمع في القرآن هو يفعل جدا دير ميوش كيش داي فاضي نوبر بكاس سلم يسلم الأفسان قرن الجبا وكايا والله وانجو أنهان ومجونا منوزن جياب نوبر كواه فاضي ومن جزء ونجهون ناو نشر حمزة إذا قوسم القرآن ومتسونا نستعجب وإذا قوه فاضي نخف رياح إليك يا كايا والله تجيبيوا يوني ما أقول لك تسافيها نجنوني يحفل إعاب هيف الكاوي برياب مثل من جيني شاتي نزل وزن تجيبيوا سجان سيدي ونامة نوسك عندي زياد من من دم السلام يا بيلة ذا إكيم هون هو كان سيدي القرآن نربكم به من خير وجزاكم الله خيرا وأنا إن شاء الله كما ورثنا ثالث نرجو جار من سابقة من دوات مجوري فدوات مجوري عند السلم سبق الله هني نشون اليابان لاستماس على ما يده مرار إن شاء الله يا بنين ركام غفنزة هني من رجيب يوم من أهل الكبيرة ما بيك أبوي في القرآن أبو وابو فني زي كم دوا وصلنا لألف به سمعوا دم الدبيري قام مواجهنا كوي صلنا زي ما خارجي نزروا بها مغازل زول سيدا لم جوونا حتى لا بوانا زولي أما كم بزانا تونة ووكي فوق نانت زي باجة إكو بدي باجة شرين موجو جانيو ويشنا بيكا قال فما أخطبه من تلك تبصنا دور فيكي يزون بوانا زولي واو زر فيها فوقنا نميزنا بكايا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بارك الله فيكم اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من هاتوا إفاضي جزء زيما يبقوا فانسون سباك وهي جزئي ألفو من هاتوا لأسل إن شاء الله وصمت إذا زلزلت الأرض زلزالها
اقرأ من قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى: والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا الأرض فرجت وإذا الجبال نسفت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ويل يومئذ للمكذبين. كذلك نفعل إنا كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. خلاص الدكتور المشمر رو عقيل في حيفاوي جزء يقرأ من تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
السؤال الثاني يقرأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى له من باقية. بارك الله فيك. الجنفة عبد الصبور. عبد الصبور. عبد الصبور. عبد الصبور أي فاضي جزمي. يقرأ من قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه بآياتنا عنيدا سأرهقه.